مساء هنا من الحياة، فأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. عين الجلولة أشغال تجديد شبكة مياه الشرب تنتهي هذا الأسبوع. وزارة التشغيل والتكوين المهني لقاء مع رئيس المؤسسة المختصة في صناعة الهيدروجين الأخضر واستغلال الطاقة المتجددة والبديلة في المجال الفلاحي. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجتمع برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. غرفة تجار المشروبات بالجملة تلوح بالترفيع في الأسعار بنسبة تفوق 40%. وبوتين يتحدث من بيلاروسيا عن تطوير النووي وأوكرانيا تعول على أزمة الصواريخ لدى الروس. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الجهوي، حيث تم الظهر اليوم الاثنين 19 من ديسمبر الجاري متابعة مشروع تجديد شبكة مياه الشرب بمعتمدية عين الجلولة من ولاية القيروان على طول 1700 متر من طرف معتمد الجهة، وبحضور المقاول المتعهد بالمشروع لفائدة 184 عائلة موزعة على عدة مناطق التي تشكو منذ 4 سنوات من اضطراب في التزود بالمياه الصالحة للشرب من جراء قدم وتآكل الشبكة. كما أكد المقاول المتعهد بالمشروع أن أشغال الحفر وربط القنوات ستنتهي في آخر هذا الأسبوع، وذلك وفق ما نقله مراسل حياة فام بالجهة سمير الشايب. وفي إطار تشجيع على الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات التشغيلية العالية وانفتاح الوزارة على كل المبادرات الوطنية والدولية، استقبل وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين صيبي اليوم الاثنين بمقر الوزارة المستثمر الألماني ورئيس المؤسسة المختصة في صناعة الهيدروجين الأخضر واستغلال الطاقة المتجددة والبديلة في المجال الفلاحي، والذي كان مرفوقا بمحسن مكيني رئيس مجمع صناعة وتحويل السكر ولازر الأندلسي المستشار المالي والإدارة والإداري للمؤسسة. وحضر هذا اللقاء كل من الوزراء أسماء الجابري المديرة العامة للشركة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وعدد من إدارات الوزارة، وتم بالمناسبة عرض محاور وأهداف المشروع وانعكاساته الاقتصادية المنتظرة. وفي ذات السياق، ثمن نصر الدين صيبي وزير التشغيل والتكوين المهني هذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في تحسين التشغيلية في القطاعات الواعدة وخاصة في مجال الطاقات المتجددة والبديلة، مشيرا لاستعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم في إنجاز هذا المشروع. مثلت آفاق وفرص تعزيز التعاون المشترك والعمل المشترك محور جلسة العمل التي جمعت أمال بالحجموسة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صباح اليوم الاثنين 19 من ديسمبر الجاري بمقر الوزارة مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي بحضور عدد من أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة. وأبرزت الوزيرة انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخلها لا سيما الحقوقية، مبينة أن الوزارة تعتمد في سياستها ومشاريعها مقاربة شاملة تكرس الحقوق الإنسانية والكونية، وتعمل على تعزيز الأدوار الاجتماعية للدولة في مختلف تدخلاتها. ومن جهته، أفاد بسام الطريفي بأن مجالات تدخل الرابطة تتقاطع مع تدخلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السن، مؤكدا تطلع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إمضاء اتفاقية تعاون مع الوزارة للمساعدة على وضع برامج عمل مشتركة وإعطاء دفع قوي للعمل الثنائي في المجالات المتصلة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن. وفي سياق آخر، عبرت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة في بيان لها اليوم عن رفضها القطعي لقرار المتعلق بدفع تسبق على الضريبة لموزعيها المشروبات بالجملة والمقرر يدمجها في قانون المالية لسنة 23 و2000 داعية إلى سحب هذا الإجراء. كما عربت الغرفة عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة. كما شددت الغرفة على أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع في أسعارها بنسبة تفوق 40%، وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية لدى المواطن. ودوليا، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 19 من ديسمبر الجاري إلى بيلاروسيا، وذلك للقاء نظيره البيلاروسي في وقت أعلنت فيه موسكو أن عددا من سفنها الحربية ستشارك قريبا في مناورات بحرية مع دولة نووية في آسيا. وخلال لقائه بنظيره البيلاروسي، قال بوتين أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا، وأكد بأنها شريكة لهم في جمع المجالات أو في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد، ومن المهم العمل المشترك في مجال تطوير التقنية العالية.
نهاية النشرة الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عين جلولة أشغال تجديد شبكة مياه الشرب تنتهي هذا الأسبوع. وزارة التشغيل والتكوين المهني لقاء مع رئيس المؤسسة المختصة في صناعة الهيدروجين الأخضر واستغلال الطاقة المتجددة والبديلة في المجال الفلاحي. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجتمع برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. غرفة تجارة المشروبات بالجملة تلوح بالترفيع في الأسعار بنسبة فوق 40%. وبوتين يتحدث من بيلاروسيا عن تطوير النووي وأوكرانيا تعول على أزمة الصواريخ لدى الروس. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.